لا تقل من أين أبدأ فطريق الله هو البداية، ولا تقل أين نعيمي فجنة الله هي الكفاية، ولا تقل غدا سأتوب ربما يا حبيبي تكون النهاية، ولا تندم على الماضي ولا تتلهف على المستقبل لئلا يضيع منك الحاضر. اللهم إني أتوسل إليك أن ترحمنا يا أرحم الراحمين في يوم يجمع فيه الناس في صعيد، فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد، وقوم حل بهم البلاء فهم في زجر ووعيد. إن للقرآن مواعظ تزيد الحديث. أصلي وأسلم على أفضل الخلق وأفضل من عبد ربه الذي أوحى إليه ربه تبارك وتعالى قائلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الصادق الوعد الأمين، وعلى أصحابه الغر البيانين الموحدين بالله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ والبزر الفضائية عادل فؤاد أبو العزو في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي كان منذ سويعات قليلة على قيد الحياة كأي إنسان عادي. بدأت حياته كطلوع الشمس في بدايتها لا شعاع لها ولا حرارة لها، وبعد ذلك وتلك الأيام يداولها بين الناس، فمتعه ربه تبارك وتعالى في ريعانة شباب، وبعد ذلك أصبحت حياته كطلوع الشمس في آخر النهار لا شعاع لها ولا ضوء لها ليرحل عن دنيا الناس، بعد أن أنجب لنا ذرية حمل كتاب الله تبارك وتعالى بين ضيئات صدور. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة كوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقراء الإذاعة والتلفزيون العربي. أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، كما شرف المكان أستاذنا فضيلة القارئ شيخ محمود الخشبي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، كما شرف المكان أستاذنا فضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ رضوان محمود رضوان القارئ المقيم بالقاهرة، والعلم القرآني الكبير فضيلة القارئ شيخ صدوق أسعد أبو الجدايم، كما شرف المكان بفضيلة القارئ السيد محمد علي راشد وفضيلة الشيخ هشام الحسيني، كما شرف المكان بفضيلة القارئ الشيخ سامي خفاجي وفضيلة الشيخ حشم ناصف القارئ المقيم بالقاهرة وفضيلة الشيخ أحمد عبد البر وفضيلة القارئ المرتهن بالإذاعة فضيلة الشيخ عصام مجاهد، كما شرف علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حامد السلكاوي القارئ والمقيم بسلكة مركز المنصورة، كما حضر فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة المنصورة، كما حضر فضيلة القارئ أيضا كما قلت آنفا فضيلة القارئ صاحب الأدب الرفيع الشيخ أحمد حامد السلكاوي. وأيها الإخوة المؤمنون في هذه الليلة مشاركة للعلم القرآني الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون
الحافظين العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر في وفاة والده الحبيب الذي كان بارا به، ولكن هذه هي طبيعة الحياة، لابد أن ترحل عن دنيا الناس عاجلا أو آجلا، لأن الصاروخ مهما طار في الفضاء لابد له أن يهبط على الأرض، والسفينة مهما علمت لابد لها أن ترسى على شاطئ. إخوة الإيمان، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان حال الصحابة وهم يستمعون إلى القرآن، فقالت رضي الله عنها وأرضاها كانت تدمع أعينهم وتقشعر أشانهم، فهي بنا حتى تدمع العيون وتقشعر الأشان مع الأخ الحبيب صاحب الأدب الرفيع فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز ويسعدنا أن يكون معنا وينقل لنا هذا اللقاء عبر شبكة الإنترنت العالمية الأستاذ علي مدوي رئيس موقع إسلام ون على شبكة الإنترنت العالمية. إخوة الإيمان، تلاوة الآن أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز وكاشا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا
يا رب. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مش مظبوط خالص. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هو الحي القيوم.
الله يكرمك الله يكرمك بارك الله فيك. شد حيلك شد حيلك شد حيلك. تمام 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 صلى الله. له ما في السماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
لا الذين كفروا أولياء
أولئك أصحاب النار
صدق الله العظيم. لا إكراه في الدين قبل بيّن الرشد. تذكر في ذلك موقف سيدنا الإمام علي بن أبي طالب حينما سمع أن رجل يهودي عاد على المصطفى صلى الله عليه وسلم فاقترب منه، وكان السيف خال قوسين أو أدنى، فبصق اليهودي في وجه علي فامتنع عن أكله، فسئل لما يا علي منعك عن أكله؟ فقال خشيت أن أقتلك. فيقول الناس إن علي أصل لنفسه ورأي فأصل حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أشهد الإيمان والإسلام عشنا في مستحل رحال هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مثل حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة شارع الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي كان ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي حزمت الارض على فراقه وفرحت السماء لقدومه مشاركة من العلم القرآني الكبير قبيلة القارئ شيخ محمود صابر قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي. تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بحرص الشكر والتقدير الى كل من وساهم في هذا العزاء. اشكر باسم شيخ سراج الكبران حق محروس الصغير زازي واشكر اداره اولاد عبد الوهاب وسع، اشكر معرض الصوت حق محمد الخولي واولاده بالعوز. إخوة الإيمان والإسلام، معذرة لعدم التعليق على التلاوة أو الإطالة في التعليق نظرا لكثرة السادة.